رئيس الوزراء يشارك في أعمال الدورة 29 للجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن والمنعقدة بالعاصمة عمان. مجلس الوزراء ينفي تراجع عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المصدرة إلى الخارج. ووزير الإسكان يلتقي ممثلي إحدى الشركات لبحث التعاون في تنفيذ مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف. موجز لأهم الأنباء، وإليكم التفاصيل، حيث وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له إلى العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم، وكان في استقباله وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ورئيسة بعثة الشرف المهندسة مها علي وسفير مصر في الأردن والسفير الأردني لدى القاهرة. وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى مقر مجلس الوزراء الأردني، حيث شهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني لكلا البلدين بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين تمهيدا لبدء أعمال الدورة 29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين. وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تراجع عدد الشحنات المصرية المصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلى شحنتين فقط تزامنا مع بدء أزمة كورونا. وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أوضحت أن الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال تسير بشكل طبيعي رغم تداعيات أزمة كورونا، حيث ارتفعت صادرات مصر من الغاز المسال بإجمالي 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المكافئ لتصل إلى نحو 17 شحنة خلال الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بست شحنات خلال الربع الأول من نفس العام، مشيرة إلى أنه تم إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة، والذي سيسهم في جعل مصر إحدى الدول الرئيسية في تصدير الغاز الطبيعي المسال. استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية الفريق أول علي أمير أوان على رأس وفد باكستاني رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع المعنيين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ممثل إحدى الشركات الوطنية لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي سيتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. وأكد وزير الإسكان أن توجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي الاعتماد على الشركات الوطنية والصناعات المحلية وتنفيذ عمليات الشراء المجمع للاحتياجات من أجل خفض تكلفة التنفيذ والإدارة الجيدة للمشروعات بتوفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لنحو 55 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.